نروح بقى لحالة مبهجة كده من الفنون التراثية والروحية شهدتها عدد من المواقع والبيوت الأثرية في شهر رمضان ده من خلال فعاليات ليالي المقامات الروحية اللي قدمت عروض ثقافية مهمة شارك فيها حوالي 22 فرقة من دول وثقافات مختلفة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور انتصار عبد الفتاح مؤسس ليالي المقامات الروحية ومهرجان سماع. صباح الخير عليك يا دكتور. يا صباح الفل وكل سنة وانت طيبين. يا أهلا بحضرتك وحضرتك طيب يا فندم. لو عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن ليالي المقامات الروحية والمزيج المميز اللي قدمتوه. الحقيقة دي الدورة السابعة وأنا سعيد جدا إن احنا قدمنا في ثلاث أماكن بالتتابع وبدأنا 4 رمضان ونزلنا في الشوارع والحواري المصرية. أنا بحب جدا إن أنا أنزل للشوارع وأنزل للحواري المصرية لأن الجمهور الحقيقي والذواق للفن والثقافة بنلاقيه هناك. فبدأنا في حي الدرب الأحمر وبالتحديد في بيت يكن الأثري وقدمنا حوالي 5 ليالي. أنا عاوز أقول لسيادتك لاقت نجاح غير مسبوق. الأهالي نفسهم كانوا بيشاركوا في تنظيم الحفلة واستقبال الناس وكان الحقيقة منظر مبهج جدا. الناس كانت متعطشة لمثل هذا النوع من الفعاليات. ده صحيح وأكدت لي أن فعلا تفرد الشخصية المصرية ينبع من هذه الأماكن. طيب يعني دكتور انتصار بعد التحية زي ما حضرتك تحدثت أنه نزول للشارع بالفعل الجمهور الحقيقي في الشارع زي ما حضرتك قلت لكن ده بيتطلب كمان استعدادات كتيرة جدا. لو تكلمنا عن الاستعدادات اللي سبقت إقامة ليالي المقامات ومهرجان سماع للإنشاد. هو الحقيقة احنا طول السنة مع مجموعة العمل وعلى رأسها الدكتورة الأستاذة سيام إسماعيل يعني والأستاذ مجدي خلف الله اللي هو الشؤون الإدارية بنشتغل وبالتالي كان في عدة اجتماعات ونزلنا للأماكن ورصد الأماكن الأثرية على أساس إن احنا قلنا هنبدأ نكتشف أماكن وفضاءات جديدة لهذه الليالي. بالفعل زي ما قلت لسيادتك لقينا في الدرب الأحمر ثم انتقلنا إلى الحسين وقدمنا 3 ليالي في قبة الغوري. وقبة الغوري هو بيتي الأساسي واللي أنا أسست فيه كل الفلسفة الخاصة بهذا المكان من 2007 حتى وقتنا هذا. ثم انتقلنا إلى السيدة زينب وبالذات في بيت السناري حارة مونج التابعة لمكتبة اسكندرية وقدمنا حوالي 9 ليالي. يعني عاوز اقول لسيادتك فعلا كانت ليالي مبهجه وليالي انا سعيد وفخور بيها جدا. انا شخصيا كنت بستمتع كل لحظه كنا بنستمتع بيها كل ثانيه. والحقيقه انا بشكر جدا الناس اللي هم تعاونوا معايا المسؤولين سواء في بيت يكن او في بيت السناري او قبه الغوري التابع لصندوق التنميه الثقافيه. عظيم. دكتور انتصار عايزين نوضح الفرق ما بين ليالي المقامات ومهرجان سماع للانشاد. ايوه ليالي المقامات طبعا احنا اول ما اسستها حسيت ان احنا في شهر رمضان المعظم وفي روحانيات خاصه بهذا الشهر بيفرض علينا يعني رؤيه جديده. من هنا يعني افكر ايه اللي ممكن اقدمه ويوازي يعني هذه المكانة الروحية. ففكرت في ليالي المقامات الروحية بأن احنا بنقدم فعلا فرق بتسمو بينا في هذه الليالي ونرتقي معا وننشد معا. أما بالنسبة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فهو مهرجان دولي يضم يعني فرق كثيرة جدا ومشاركة من دول العالم وبيؤكد على جوهر الأديان بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون. وبالتالي مهرجان سماع الحمد لله خد مكانة دولية وفي فرق كتيرة بتشارك في أنها تيجي تقدم وأنها تشارك في هذا المهرجان اللي أنا بعتز بيه وله مكانة كبيرة جدا عند الجماهير. دكتور انتصار عبد الفتاح مؤسس ليالي المقامات الروحية ومهرجان سماع بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. نورتنا في صباح الخير يا مصر كل سنة وحضرتك طيب.